عندنا رغيفة الأولين، عندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزبدة مذوبة، بيضة، خميرة ديال الحلوة، شوية ديال الملح، وحبة طريقة وحبة على قد الحمصة ديال الخميرة ديال الخبز. والدقيق اللي غادي يجمع لينا هاد السوائل. نعاود، عندنا كاس ديال الحليب، والملاحظة اختي سناء، هاد الكاس ديال الحليب يعني نقدروا نعبروا بالكاس ديال العنبة ولا الكاس ديال الماء. يعني البيضة والخمارة وهذا كيبقاو نفس العبار، غير الكاس ديال الحليب وديال الزبدة بغينا نديروهم كبار بغينا نديروهم صغار. اييه، على حسب الكمية اللي بغينا. واخا اييه، عندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزبدة مذوبة، بيضة كاملة، خميرة ديال الحلوة، شوية ديال الملح، طريطقة ديال الخميرة ديال الخبز، والدقيق اللي غادي يجمع لينا هاد السوائل. كنعجنو هاد العجينة مزيان، كندلكوها، كنخليوها ترتاح. من بعد كناخدو الطاولة ديال بعد كناخدو الطاولة ديالنا، كنطلقو فيها هاد العجينة بالنشا. كتورق بالنشا. كتورق بالنشا. وكنبرموها في شكل بودي، يعني كنلويوها حتى كنحصلوا على واحد البودي. حريبلات. من بعد حريبلات، من بعد كنقطعوها دوائر تكون رقيقه شويه. وكنبسطوها شويه، يعني كنقطعوها بحال غنقطعوا الفقاس بحال شكل شنيك. بحيه كنقطعوها شكل ديال شنيك. وكناخذوا عندنا حمام ديال الزيت كيكون سخون، وكنقليو فيه، من بعد كنديروا فيه العسل. واخا، اولا كندخلوهم للفران. غير الملاحظه، الفران دائما خاص العجين تكون فوق منهم باش كيجيو يعني خاوي. يعني نشعلوا الفران من قبل ونشعلوا غير الفوق. نشعلوا الفوق والتحت. دائما الرغيفات، اي نوع كان عندنا ديال الرغيفات، الكيبغيو العافيه من الفوق ومن التحت باش كيجيو خاوين، كيجيو يعني مرقين. الا شعلنا عليهم غير من التحت ما كيجوناش مرقين. اذا نشعلوا الفران من الفوق والتحت، الا بغينا نطيبوهم ما كندهنوهم ما والو، الا كنا غيدخلوا الفران. لا ما كندهنوهم، فيهم الزبده، لان فيهم الزبده وفيهم الحليب، وهذا كيعطيهم داك اللون دوغي ولا اللي بغينا في اللون ديال. وصافي، بعد ما كيطيبوا في الفران اولا كنقليوهم في حمام ديال الزيت، رحنا كنزينوهم بالعسل وبرقائق اللوز ولا رقائق كاوكاو ولا اللوز فونكاسي ولا كاوكاو فونكاسي ولا الكوك ولا اللي موجود عندنا. هادو الرغيفات كيجيو صغيورين. واخا، يعني حنا ملي كنطلقوا العجينه فوق الرخام ولا الطاوله تاعتنا، ومن بعد ما كنلويو على شكل بودي، يعني حنا كنتحكموا في الحجم اللي بغينا. بغينا يجيو كبار غنديروا البودي يكون شويه كبير، بغيناه يكون غير صغيورين كنديروا البودي كيكون صغير. يعني نتحكموا ملي نكونوا كنديروا دوك الحريبلات وحتى ملي نكونوا كنقطعوا. اييه، حنا كنتحكموا في الحجم اللي بغيناهم. واخا، اييه، وصراحه الرغيفات ديال العيد من الافضل انه يجيو صغيورين، كيجيو مزيانين صراحه. الله يعطيك الصحة. عتيقة، تبارك الله عليك. وهاد جوج نويعات تاع الرغيفات اللي غنعطيك راه ممكن يتوجدوا من اليوم. يعني كيتقلاو ويتوجدوا، تحتفظ فيهم في البوطه، ما كيبانوش شي حاجه كيبقاو مقرمشين. عندنا الرغيفات الثانيين، عندنا فيهم نص كيلو ديال الدقيق الفور، نص كاس ديال الماء الزهر، كيس ديال الفاني، كيس ديال الخميره ديال الحلوى، شويه ديال الزعفران، بيضه، شويه ديال الملح، نص كاس ديال الزبده مذوبه، والماء اللي غادي يجمع لينا هاد العجين. نعاود، عندنا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورز، عندنا نص كاس ديال الماء الزهر، كيس ديال الفاني، كيس ديال الخميره ديال الحلوى، شويه ديال الزعفران، بيضه، شويه ديال الملح، نص كاس ديال الزبده مذوبه، والماء اللي غادي يجمع لينا هاد العجين. كناخذ الدقيق ديال الفورص كنحطوه في العجانه ديالنا ولا في القصعه اللي كنعجنوا فيها عادي، وكنجمعوا لهاد المكونات كاملين. غير ملاحظه داك الزعفران اللي عندنا كنكونوا مذوبينه بشويه ديال الماء. من بعد كنزيدوا هاد العجين وكندلكوا العجينه عندنا مزيان. كدلك خاصها تكون رطبه، يعني كتجي مرخوفه، مدلوكه مزيان. من بعد اما كنمشيو على الطريقه اللي كانت عطات الاخت حافظه الزمراني، اللي كانت كتطلق يعني الرغيفه كتكون كبيره، ومن بعد كتقطعها بديك القفاله ديال القهوه سريعه الذوبان. انا كانت عطات لك خلال شهر رمضان ديك الطريقه زوينه. ولا كنقطعوهم يعني قطع ديال العجينه كويرات صغيورين بزاف.
بزاف يعني باش يجيونا داك الحجم ديال هذاك يجينا الشكل ديالهم زوين. واخا من بعد كنطوقوهم وكنربعوهم بشكل ديال المسمنه عادي، وكنحطوا الزيت ديالنا كيسخن وكنبداو كنبسطوهم شويه وكنقليو. ايه هذوك كيجيو مقرمشين وكيجيو خاوي الموص، والملاحظه يعني باش يجيونا هاد الرغيفات شويه مقرمشين وخاوي الموص يعني خص العجينه ديالنا تكون شويه مرخوفه، يعني ما نديروهاش قاصحه بزاف، يعني تكون مدلوكه مزيان مرخوفه. مدلوكه مزيان مرخوفه صافي، وكنقليوهم في حمام ديال الزيت وكنزينوهم بالعسل ولا بالعسل وبالفواكه المجافه عندنا اللي بغينا حسب اختيار كل زيت. واخا دابا غادي ندوزو للحلويات ان شاء الله باذن الله. عندنا هلاليات بالشوكولاته وحليب محلى مركز، عندنا فيهم كاس صغير ديال سنيده. انا غنعطي الكميه اللي غادي نعطي كامله ديال الحلويات اللي غنعطي دابا، الا جاتهم الكميه صغيره راه كيدوبلوها، والا جاتهم الكميه كبيره راه كينقصوا النص. هنا ميزان واخا حسب كل عائله، يعني كاين العائله اللي كتبغي الحلوى كثيره وكاين العائله اللي كيبغوا داك الشيء غير. نبداو عندنا كاس صغير ديال سنيده، نص رابعه ديال الزبده اي 125 غرام تكون رطبه، وعندنا معلقه كبيره ديال الحليب محلى مركز، وعندنا واحد القطرات النكهه ديال اللوز، الروح ديال اللوز ديك اللي كتكون خاطره كتكون البنه ديالها زوينه. وعندنا خماره ديال الحلوى، وعندنا ثلاثه المعالق ديال الحبوب ديال الشوكولا يعني 60 غرام ديال الحبوب ديال الشوكولا، وعندنا الدقيق حسب الخليط، وعندنا التزيين سكر قاسي. نعاود هلاليات بالشوكولاته وحليب محلى مركز، عندنا كاس صغير ديال سنينه، نص رابعه ديال الزبده رطبه، قطرات ديال الروح ديال التلوز، معلقه كبيره ديال الحليب محلى مركز، خماره ديال الحلوى، ثلاثه المعالق ديال الحبوب ديال الشوكولاط، الدقيق اللي غادي يجمع لينا هذا الخليط يعني حوالي 300 غرام ولا يعني المهم عينا ميزاننا الدقيق، يعني انا بدون ندخلو شويه بشويه بدون ندخلو بشويه بشويه دقيقنا حسب الخليط، وتزيين عندنا سكر كلاصي. من بعد ما كنجمعوا هاد العجينه كنخدموا سنيده والزبده وكنضيفوا عليهم جميع المقادير الاخرى، كندلكوها مزيان وكنحتفظوا بها يعني واحد 5 دقائق، وكنبداو نشكلوا فيه هلاليات ولا كنديروهم صبيعات يعني على حسب كل سيده، يا اما هلاليات ولا صبيعات، وكنديروهم في اللاطه ديالنا وكندخلوهم للفران يطيبوا. بعد ما كيخرجوا راه كنزينوا بالسكر كلاصي، كيجي المذاق ديالهم رائع مع حليب مركز وشوكولاط، كيجي مذاق يعني رائع. حلوه سهله الله يعطيك الصحه. نمشيو للثاني حلوه. عندنا دابا واحد الفقاس راه كيجي عندنا ملي كنقطعوه كيتحمر كيجي شكل حنزوني من الداخل، كيكون عندنا مدهون بالمربى. عندنا فيه 6 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، خماره ديال الحلوى، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال سنيده، طحين على حسب الخليط، وعندنا المربى اللي غادي ندهنوا به البوديدين. نعاود عندنا فيه 6 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، خماره ديال الحلوى، جوج كيسان ديال سنيده، جوج كيسان ديال الزيت، طحين حسب الخليط، والمربى اللي غادي ندهنوا به هذا الخليط هاد البودين. عندنا كنخدموا 6 ديال البيضات مع السنيده مع الزيت مع الحليب، كنزيدوا الخماره والدقيق، كنحصلوا على واحد العجينه كتكون عندنا يعني متماسكه مع بعضياتها، عجينه رطبه. من بعد كنقطعوها لقطع صغيره قريصات وكنطلقوه، وكناخذوا الشيته ديالنا ولا معلقه وكنهزوا المربى وكندهنوهم، من بعد كنلويهم شكل بودين. كنحطوهم في اللاطه ديالنا وكندهنوهم يا اما بالبيض ديال البيض وكنرشوهم برقائق اللوز ولا الكاوكاو اللي كنكونوا شويه يعني هرمشناهم ما كيبقاوش بحال كوك صينين، ولا كندهنوهم عادي كما الفقاس العادي بقهوه سريعه الذوبان. الا سمحتي عتيقه الله يجازيك بخير، بالنسبه لهاد التقطيعات ديال هاد الفقاس كيفاش كتكون؟ هادي كنبن بعد ما درنا لهم هاد الزين كندخلوهم للفران. لا قبل من التزيين، يعني ملي كنخدموا العجينه وكتجينا رطبه، ملي كنخلطوا المقادير كامل ونحطوا على العجينه اللي هي رطبه. كنقطعوها قلت لك ناخذوا قريصات. اييه قريصات، وكل قريصه نورقوها نطلقوها نطلقوها نطلقوها
وندهنوها بالمربى من الوسط ونلويوها. اللويوها يعني بحال شنيك نبرموها بحال شكل شنيك. شكل ديال الشنيك غيولي عندنا بودي في الاخر. اييه واخا كل قريصه نديروها حريب الايام. اييه من بعد ما كنطلقوها وكندهنوها بالمربى كنلويوها شكل ديال الشنيك وكنحطو في اللاطه ديالنا هكداك عاد نقطعوها باش يجينا شكل حلزوني. واخا حلزوني. من بعد قلت لك تزيين اما كناخذوا ابيض البيض ورقائق اللوز ولا رقائق ديال الكاوكاو كنهرمشوهم شي شويه وكنديروهم من الفوق ولا شكل عادي ديال الفقاس يعني الصفر ديال البيض مع قهوه سريعه الذوبان. اييه كندهنو من الفوق من بعد كندخلوهم للفران كيكون بارد حتى كيطيب بشكل عادي ديال الفقاس اللي كنحسوا بالفقاس انه صافي تماسك انه ولا عندنا كيتقطر وكنخرجوه. يعني هذا ما كيحتاجش انه غادي يتهرس ولا شي حاجه. ما كاينش شي مكسرات ولا من حاجه من ده يعني كي شويه كيبرد صافي كنقطعوه على حساب السمك اللي حنا بغينا واش غليت شويه ولا رقيق وكنعاودو نسرحوه في اللاطات وندخلوه كيتحمر. هو ملي كتقطعيه راه ما كيدرش لك هذاك الشكل ديال المربى راه شكل حنزوني داخلين حتى يدخل الفران وكيتحمر هذا كيعطي داك الشكل زوين. واخا فقاس يعني في شكل اخر وكيجي فعلا. كاين اللي كاين يرشوا بالقرقع من الوسط يعني ملي كندهنوه بالمربى كنرشوا بالقرقع مهرمش اييه عاد الشكل اللوين. اييه دابا عندنا غريبه البهله في الكوك اللي كانت على طلبات كثيره من المستمعين. عندنا فيها ربع ديال الزبده ثلاثة الكيسان ديال السنيدة ثلاثة الكيسان ديال الزيت ثلاثة ديال الخمارة ديال الحلوة جوج كيسان ديال الكوك واحد شوية ديال الملح والدقيق حسب الخليط. عندنا ربعة ديال الزبدة ثلاثة الكيسان ديال السنيدة ثلاثة الكيسان ديال الزيت ثلاثة ديال الخمارة ديال الحلوة جوج كيسان ديال الكوك شوية ديال الملح دقيق حسب الخليط. كنخدموا الزبده والسنيده والزيت مزيان من بعد كندخلوا الكوك كنبداو نديروا نضيفوا الدقيق والخمارات وحنا كندلكوا مزيان العجين. العجينه ديال هذه الحلوه البهله يعني السر ديالها باش كتجي ناجحه العجينه ديالها كتكون قاصحه يعني ملي تنخلطوا هذه الحلوه كنهزوا وكنحاولوا نديروا كويرات بين يدين ديالنا. الا تكورات لينا بسهوله راه مازال خاصها دقيق. الا لقينا الصعوبه فاش نجمعوها في يدنا نكوروها صافي يعني كنحبسوا. من بعد كنغطيوها وكنخليوها ترتاح واحد شويه عاد كنبداو نشكلوا منها كويرات. ملي غادي نبداو نشكلوا كويرات غنلقاو صعوبه اننا نكوروهم بين يدينا. كنبداو بحال كنسخنوا ديك العجينه في الكف ديالنا مزيان عاد كنشكلوا منها كويره. بعد كنشكلوا ديك الكويرات كنحاولوا نضغطوا عليها الا هي تشقات من الجناب الغريبه ديالنا ناجحه 100%. الا وركنا عليها وما تشقاتش من الجناب راه باقي خاصها الدقيق. انا ضروري العجينه تكون ديالها قاصحه ملي كنشكلوا منها كويرات كنوركوا عليها كتهبط كدير لينا واحد الشقوق من الجناب نعرفوا بان العجينه صافي راه هي ديك ديالها راه ناجحه واجده. اييه كندخلوها للفران تيكون سخون مزيان يعني العافيه ديالو طالعه مزيان سخون مزيان. وبعد ملي كنبغيو ندخلوا اللاطه ديالنا عاد باش نقصوا العافيه ولكن هو خاصو يكون سخون مزيان كيكون دائما شاعل من الفوق هو الاول حتى كتشقق لينا الحلوه عاد باش كنشعلوا لها من تحت تحمر. وهاد الحلويات كامله اللي غنقدم راه كلها انا موجداها للعيد ولكن راه المشكل عندنا في الريز وما كاينش هاد الايام هنايا لقيت صعوبه كيفاش نصيفط لك التصاور ولا نحطهم في الباج ويسمحوا لي المستمعات اللي ما قدرتش نجاوبهم في الصفحه ديالي. واخا ما كاين باس صافي وكنقدمهم بالصحه والراحه كتجي غزاله. دابا عندنا واحد الحلوه كتجي تاهي رائعه بالكوك وحليب محلى مركب. عندنا فيها نص كيلو ديال الكوك مطحون وعندنا حط ديال الحليب محلى مركز وعندنا الالوان اصفر احمر اخضر وعندنا الشكلاط ندوز. كناخذوا هاد نص كيلو ديال الكوك مطحون كنعجنوه بهذا الحليب محلى مركز حتى كنحصلوا على واحد العجينه كتكون جامسه مزيان. من بعد كنقسموها ثلاثه الاجزاء كل جزء كنضيفوا ليه لون لون اصفر واحمر واخضر. من بعد كنشكلوهم حريبلات كيكونوا شويه رقاق. من بعد كنديروا جوج حريبلات الوسط في الاسفل وكنديروا الحريبل الثالث من فوقهم يعني كيعطينا شكل ديال الهرم. مفهومه. من بعد كنقادوهم وكناخذوهم فوق شي شبيكه وكندوزوا عليهم
الشكلاط مدوز، كنسقيوهم الشكلاط من الفوق، الكوش الاولى والكوش الثانيه والكوش الثالثه. كناخذوا الشوكه ديالنا وكنديروا بها واحد التمواجات من الفوق، يعني كتعطينا شكل بحال الجذع ديال الشجره. ايه بعد ملي كيبرد هاد الشكلاط كنقطعوهم وعلى شكل الحجم اللي حنا بغيناه وكنديروهم في الكويقات. ايه يعني حلوه بسيطه سهله وكيجي المنظر ديالها جميل والطبق حتى هو رائع. حلوه سهله وكان الشكل ديالها ما كنتش فهمتو، كانت قدمت لنا غزلان من مراكش. ايه انا كانت حلوه كنعرف انا مهما قالت غزلان فهمت الطريقه كيفاش قالت لي. فعلا انا ديك المره ما والو ما فهمتش يعني الطريقه كيفاش، كنقول كيفاش غنحطوا هذه مع هذه، ما مشات حتى شافت الصوره عاد فهمت. ولكن مزيان اللي عاودتي اكدتي على انه كتجي هي سهله صراحه وكتجيب لينا في نفس الوقت هكا حريبلات، جوج حريبلات وفوق منهم يعني حريبل هكا باش كيجينا على شكل هرم. وملي كتقطع يعني كيكون من الفوق ديالهم الشكلاط كحل ومن الوسط ديالهم عندنا اللوان احمر واصفر واخضر. يعني واللوغو مع الحليب محلى مع الكوك، يعني شي حاجه رائعه. ايه عندنا حلوه حتى هي سهله بالكاوكا والمربى، هي اللي غادي نختموا بها. واخا ما بقاش الوقت. لا عارفك تبارك الله وصلت عنبي عليك، شنشكرك بزاف، عارفه بزاف الحلويات عندك، ولكن نقسمهم ان شاء الله ما بين هذا العيد ان شاء الله واعياد اخرين باذن الله. ان شاء الله عندنا هاد الحلوه اختي فيها نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومحيدي للقشور ديالو، داك البلدي البلدي ولا اللي كان عندنا البلدي المهم. ايه يكون رطب. المهم محمر ومحيدي لي القشور ديالو ومطحون نص كيلو. محمر ومحيدي لي القشور ديالو ومطحون. كنجيبو داك المربى ديال اللي كيكونوا في طريفات ديال المشماش وكنعجنوا به هاد الكاوكاو حتى كنحصلوا على واحد العجينه كتكون متناسقه مع بعضياتها. من بعد كنشكلوا منها كويرات. كنجيبوا الكويغطه ديالنا ديال الحلوه وكنستو فيهم هاد الكويرات. يعني ما كيكونوش الكويره يعني معمره لنا غير في النص ديالو. من بعد كنجيبوا الشكلاط ندوز في حمام مريم، هي البيض هي الاسود، يعني غنحتاجوهم بجوج بيض والاسود. غادي نديروا البيض هو الاول ونديروا ليه خطوط من الفوق بالاسود، او نديروا الاسود ونديروا خطوط من الفوق بالابيض. يعني كتجي الحلوه ديالنا زوينه، يعني فيها الشكلاط فيها الكاوكاو والمربى من تحت معلكين وعاد لوغو ديال الشكلاط من الفوق، يعني كتجي كيبغيوها الوليدات بزاف وكتجي رائعه. كتجي بحال الشكلاط. بحال الشكلاط عادي وكتباع هي في المحلات يعني ديال الحلويات، كتباع شويه بثمن شويه غالي. هذه حلوه ديال الكاوكاو يعني سهله ما كطيبش. سهله نعاودها. عندنا فيها نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومحيدي ليه القشور ديالو، كنطحنوه وكنعجنوه بالمربى. كنشكلوا منه كويرات وكنوزعوهم على الكويغطات ديالنا ديال الحلوه. كندوب الشكلاط في حمام مريم وكنخويو على دوك الكويرات ديال الكاوكاو والمربى، ومن بعد كنزيدو عليهم خطوط ديال الشكلاط ابيض من الفوق. هاد الشكلاط كتخويه على هذيك الحلوه اللي في الكويغطات، يعني ماشي حتى نديروها الشكلاط عاد نحطوها في الكويغطات الحلوه ياك؟ لا كنديروا علاش ملي كتحلي الكويغط ديال الحلوه كيكون عندك جوج طبقات، يعني الطبقة الأولى ديال الكاوكاو ومن بعد الطبقة ديال الشكلاط. واخا. يعني حتى كنحطوا الكويرة وكندوبوا الشكلاط في حمام مريم عاد باش كنخويو عليه في الكويغطات. أييه نديروا قياسنا شوية شوية هكا ديال الشكلاط باش نعاودوا نزينوا بالخطوط. أييه كان عندي واحد الصابلي لا كان ممكن يعني باقي العجينة ديالو نعطيه بسرعة. يلا واخا. هذا الشكلاط بالصابلي بالشكلاط. عندنا فيه نص ربع ديال الزبدة رطبة ونص ربع ديال السكر كلاصي وجوج معالق ديال اللوز البودره وكيس ديال الفاني وبيضه كامله زائد اصفر بيضه وثلاثه المعالق ديال الشوكولاته غبره وخماره ديال الحلوه. نعاود عندنا صابلي بالشوكولات، عندنا نص رابعه ديال الزبده رطبه نص رابعه ديال السكر كلاصي جوج معالق ديال اللوز البودره كيس ديال الفاني بيضه كامله زائد اصفر بيضه ثلاثه المعالق ديال الشوكولاته غبره كاكاو وخماره ديال الحلوه. كيتجمع بالطريقه العاديه ديال الصابلي وكنديروه في البلاستيك وكندخلوه للثلاجه حتى كيبرد، بعد ما كيخرج كنطلقوه فوق الطاوله ديالنا وكنجيبوا داك المدلك اختي سناء اللي كيكون فيه خطوط. خطوط هذاك هو اللي كنطراسيو به من فوق خطوط نغيروا شويه الشكل. وكنقطعوه دوائر. ايه كندخلوه للفران حتى كيطيب وكنخرجوه كنلصقوه بحليب محلى مركز كراميل.
وكندوزو لي الجناب ديالو في الشعريه ديال الشوكولاط. ايه يعني كتجي المذاق ديالو رائع، يعني الوليدات كيحماقوا عليه، يعني لوغو ديال الشوكولاط مع الكراميل كيجي شي حاجه رائعه. تبارك الله عليك، ما نسيتي حتى حد، يعني الرغيفات كيبغيوهم الكبار والصغار، وهاد الحلويات اللي ختمنا بهم هكا خاصين بالنسبه للوليدات اللي تيبغيو هاد الحلويات اللي فيهم الشوكولاط واللي في الكويرتات ديال الحلوى. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف عتيق